السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سواء شرحنا الموقع ده قبل كده، موقع تعدين على 4 عملات: الدولار والدوك كوين واللت كوين والبيت كوين. النهاردة هنعمل له إثبات سحب بعد 5 أيام من الفيديو الأولاني. طريقة التسجيل في الموقع: تيجي من هنا بتكتب الايميل الباسورد وعاده الباسورد، بتكتب الايميل وكلمه المرور وعاده كلمه المرور، وهنا بتحط رقم بن لازم تكون حافظه. وريت لو تشترك في كل المواقع بنفس الرقم عشان ما تنساهوش، عشان بيطلبوا منك لما بتيجي تسحب. وبعد كده بتعلم على الكباتشا بتحلها، وبعد كده بتدوس تسجيل دخول، يبقى انت كده ايه سجلت في الموقع. هنيجي من هنا هنعمل تسجيل دخول. زي ما انت شايف كده تسجيل دخول سهل جدا، مفيش ولا كواتش ولا حاجة، بتدوس كده تحط الايميل والباسورد وتعمل دخول للموقع. كده انت ايه دخلت في الموقع. انا عملت اثبات سحب النهاردة الصبح وجيت لقيت السحب تم، وهوريكم دلوقتي السحب. زي ما انتوا شايفين كده اهو، هنترجم بالعربية اهو، دفع كان ب1 دولار و23 سنت. بعد هنخش على بنك البير اهو، ب1 دولار و21 سنت بعد عمولة البير. ادي طلب الصح السحب، وادي اسم الموقع. وبكده الموقع ده صادق تعدين، يعتبر تعدين، هو اسمه تعدين بالطاقة الشمسية. والموقع ما بيحتاجش استثمار ولا حاجة، بس انت لو عايز تزود السرعة بتاعتك، الموقع سريع، لو عايز تزود السرعة بتاعتك استثمر في الموقع وزود السرعة. لما بتيجي تسحب بتاع العملة اللي انت شغال عليها، بتعلم عليها كده، بيجيب لك الرصيد بتاعك هنا، بتحط هنا رقم المحفظة، وتحط هنا الرقم اللي انا قلت لك عليه رقم البن، وبتحل الكباتشة وتعمل سحب. يبقى انت كده ايه سحبت من الموقع. هنا التعدين بتاعك، اول حاجة دي صفحة التعدين بتاعك، بتعلم على العملة اللي انت بتشتغل عليها، بتشتغل معاك زي ما انت شايف كده. الموقع بيديك 10 ميجا بايت، 10 ميجا هاش بتشتغل عليهم. ومن هنا التجديد الرصيد اهو، تحط الموقع البنك اللي انت بتشتغل عليه، ومن هنا رابط الاحالة بتاعك اهو، نشره وتجيب عليه زيارات، بيضاف لك 5 ميجا هاش لكل واحد يتضم عن طريقك. وبكده يكون انتهينا من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اخر ان شاء الله، ما تنسوش تدعمونا بلايك، والجداد يشتركوا معانا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.